الوقاية والمضاعفات في أمراض البواسير. هذا درسنا اليوم معالجة حالة البواسير والأعراض المزعجة الناجمة عنها. ممكن بسهولة في قالبية الحالات، لكن الإشكالية في كيفية منع عودة وتكرار حصولها. هنا تبدو أهمية الوقاية عبر تجنب كثرة الجلوس ولمدة طويلة، أيضا عبر تسهيل إخراج البراز. وتسهيل إخراج البراز يتطلب الاهتمام بعدة أمور، منها تناول الألياف النباتية ضمن وجبات الطعام اليومية، وأيضا بالإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة والبقول والحبوب الكاملة غير المقشرة، تناول أيضا كميات جيدة من السوائل، أي حوالي تقريبا 8 أكواب من الماء على الأقل. طبعا هذا أقل تقدير حين التواجد في مناطق معتدلة، مثل معتدلة في المناخ بشكل عام. تكون ممارسة الجهد البدني تقريبا متوسطة، والذهاب إلى هذه المناطق ممكن تكون تعرضك بعض الأمراض من بعض الأمراض مثل مرض البواسير. وأيضا الذهاب إلى الحمام متى ما شعر المرء برغبة في التبرز ممكن يساعدك في التقليل من هذا المرض. أيضا عدم تأجيل الذهاب إلى الحمام، لأن تراكم البراز الموجود في المستقيم وضغطه على الأوردة ممكن يسبب أمراض كثيرة، منها البواسير وضغط تمدد الشرايين إلى آخره من الأمراض. وتناول الملينات بشكل عام بعد استشارة الطبيب مهم جدا. وأيضا ننصحكم أنكم تتجنبون بعض مسببات حصول الأمساك. بعض أمراض الأمساك مرتبطة بأمراض البواسير، والتقليل التعرض للتوتر النفسي والجسمي. وننصحكم أيضا ممارسة الرياضة بشكل عام، رياضة المشي، رياضة حرق الدهون بدون تأذية الأعصاب الموجودة في الأعضاء والجسم. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.